بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال إن شاء الله الآن نكمل محاضرة ال-ال-ال urinary system ما يعني أكمل سلايد إن شاء الله وسهلات آه فيعني الله سبحانه وتعالى غير بإذن الله يسر أموركم وتجيبوا على العلامات بإذن الله تعالى تستاهلوا كل خير لكن لا تنسوا دائما أن كل التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمتنا وزدنا علما، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، بسم الله. آآ الآن آآ في وصلنا هون لتكميل المصطلحات، في عندك أول شيء هون بحكي لك نيوروجينيك بلادر، النيوروجينيك. النيورو يعني عصبي. من الاعصاب يعني نيورو نيوروجينيك يعني برضو يعني شغلة عصبية بلادر اللي هي ايش المثانة فهون بحكي لك انه المثانة بتكون متهيجة عصبيا هذا هذا سايكولوجيكال كونديشن يعني يعني شغلة نفسية هاي وذ بيبل هو ايزلي فيل ستريس يعني من الناس اللي دائما بصير في عندهم ستريس متوترين دائما 24 ساعة متوترين فهذول الناس اللي 24 ساعة متوترين تتوتر معاه كمان البلادر فبصير في ديس يعني في بصير خلل بالاعصاب اللي بتسيطر على البلادر فهذا الـ الـ الانسان تلاقيه كل شوي بروح على الباث روم اندر اني اي ستريس بصير له بروح على الباث روم ماشي بكون في عنده والله بسمع انه الاسبوع الجاي عنده امتحان تيرم بروح على الحمام على السريع أه بحكوا له سمير محجوب بضله بالحمام <applause> ماشي فهذا يعني شيء سايكولوجيكال شيء نفسي هذا ماشي الآن إما تكون النيو يعني النيو البلادر إما تكون بتهي بتكون متهيجة هي لكن إما تكون مرتخية كثير أو تكون شادة كثير فإنه هي بحكي لك the بيشنت بلادر uh, become spastic، spastic يعني متشنجة كثير شادة على حالها أو فلاسد، فلاسد مرتخية فإما شادة كثير على حالها أو مرتخية وبالحالتين في عندك أنت مشكلة dysfunction يعني في عندك خلل بالأعصاب هيك المفروض تكون وضعها كويس ماشي ونتيجة هذا الاشي ممكن يصير في عندك يورينري انكونتينس شو يعني انكونتينس سلس البول حكينا قبل انكونتينس انه الواحد غصب عنه هيك بصير بنقط عنده كم من نقطة آه نتيجة مثلا انه آه يعني انه البلادر كثير مليانة ماشي هسا هون نيوروجينيك بلادر حكينا اذا كانت سباسك بتكون شادة كثير فهذا هو دائما حاس انه البلادر عنده مليانة فبده يروح على الحمام فممكن هو رايح بركض على الحمام بصير في urinary انكونتيننس او آه اذا كانت فلاسد لانها بتكون مرتخية فبتعبي كثير يورن فما بتسيطر على حالها قد ما هي عبت كثير يورن برضو بصير في urinary انكونتيننس فممكن يكون معاهم يورينري انكونتيننس طيب لان اللي بعدها بوليسيستيك كدني ديزيز بوليسيستيك بولي كثير وسيستيك يعني اكياس كدني الكلية ديزيز مرض polycystic kidney disease هذا مرض اسمه تكيس الكلى هذا مرض وراثي فهو inherited dominant disease dominant يعني سائد اه dominant يعني سائد disease characterized by multiple cysts اكثر من كيس بالكدني والكياس هذول مليانين مي ماشي بالكدني هذا مرض وراثي يعني الكدني يعني هيك بينولد الطفل وعنده كياس these cysts grow with time بكبروا مع العمر بس يكبروا تخيل واحد بالكلية عنده اكياس وبكبروا الاكياس كل ما هو بكبر بدهم يضغطوا على الكلية نفسها بيخربوها صح؟ فكوزينج causing pressure on the adjacent بتضغط على الكلية واللي حواليها و their بتموت بتموت الكلية و آه وبصير في عندك هنا الفيلير بصير في عندك فشل كلوي بالاخير ماشي؟ آه بولي يعني مني يعني كثير بولي كثير الان بروستاتايتس حكينا عند الميلز عند الـ عند الرجال في عندهم بروستاتي جلاند هاي البروستيت جلاند اذا التهبت بصير اشي اسمه بروستاتايتس فهو انفلاميشن اوف بروستات جلاند مي بي اكيوت او كرونيك يعني ممكن فجأة بصير في عنده انفلاميشن او انه انفلاميشن صار له فترة كثير طويلة فهذا از كرونيك هابن تو الدرلي بصير عند الكبار بالسن وكثير بتصير عند الكبار بالسن أه بروستاتايتس ماشي او ممكن اذا أه مش كبار بالسن وصغار يكون في أه ايش اس دي اللي هو سكسوال ترانسميتد ديزيز مرض يعني جنسي مرض منتقل جنسيا عند الشباب سبيشالي جونوريا جونوريا اللي هو السيلان من السيلان من الامراض الجنسية فهاي الجونوريا بتصير احيان بالبروستات فبصير في عندك بروستاتيتس بس ايش عند اليونج لكن مش اي يونج ايج والله معناته عنده سكشوال transmitted ديزيز ما واضح لكن غالبا بحكي لك. طيب رينال كاليكيولاي كاليكيولاي يعني حكينا حصوات فبرضو لها اسم ثاني نفرو لثيسز لثيسز يعني حصوات كمان نفرو لثيسز او رينال كالكيولاي كله حصوات يعني كدني ستونز ذات فورم فروم مينرال معادن وغالبا الكالسيوم يعني نورمالي ديسولف ان يورين يعني غالبا بتصير من ورا المعادن اللي بتذوب بالبول هاي المعادن ممكن تتجمع بعضها وتعمل لك حصوة يوجوالي كونسيست اوف كالسيوم او يحكيك ممكن مغنيسيوم لكن يعني خلينا نحكي تسعة 95% منهم يكونوا ايش؟ كالسيوم ستونز ماشي؟ طيب آه, رينال هايبرتنشن يعني ارتفاع الضغط هايبرتنشن نتيجة مشكلة بالكلية تمام؟ هايبرتنشن ذات اوكير از ريفلكس اوف كدني ديزيز يعني انه يكون في عندك كدني ديزيز ومن وراه يصير في عندك ارتفاع للضغط اند اكسسيف ريليز اوف انزيم رينين بتتذكروا حكينا الرينين كيف بيطلع من الكلية؟ هون احيانا الكلية يكون فيها مشكلة فبطلع الرينين منها كثير وبعمل لي هو هايبرتنشن تنشن لانه راح يحول لي شغلات وبالاخير بيطلع عندي الانجوتنسين 2 والانجوتنسين 2 تذكروا حكينا بعمل فيزو كونستريكشن فبرفع الضغط ايوه حكي كرينين وش التيميتلي بروديوس فيزو كونستريكشن وهايبرتنشن تنشن ايش سيت رينال ديزيز يعني هون بيكون في عندك انت مرض معين بالكليه بيطلع من وراه الرينين كثير وبرفع لي الضغط واضح فهون انت اذا عالجت المرض اللي بالكليه بروح الضغط مش زي الضغط اللي بصير عند الناس الثانيه طيب رينال الإنفاكشن انفاركشن حكينا يعني جلطة فهي جلطة بالكلية اوكير ثرومبس ثرومبوس يعني خثرة اور امبولس كوز اسكيميا of the kidney الان بدي احكيكم اشي شو الفرق بين ثرومبس وامبولس اثنين معناهم خثرة لكن شو الفرق هاي في عندك هذا الشريان ماشي الان بهذا الشريان تكونت هون عندي خثرة بهذا الشريان معي هاي الخثرة اللي تكونت هون قا هيها قاعدة بتتكون هون هاي اسمها ثرومبوس يعني خثرة لكن مكانها هسه هاي الخثرة اللي مكانها إذا انخلعت من هون أو انشلعت أو انفكت من هون وراحت مشيت بالدم وجت مثلا سكرت مكان بعيد هون مثلا يعني هي بالأصل صنعت هون لكن سكرت هناك هيك بصير اسمها إمبلس إمبلس يعني إنها سكرت جلطة لكن مسكرة مكان ثاني خثرة سكرت مكان وعملت لي إسكيميا إسكيميا يعني نقص الأكسجين على على المنطقة فهاي الاسكيم بصير في عندك اسكيميا للكدني وبعد فتره الكدني راح يموت هذا الجزء اللي مش واصل دم فبصير ايش آه انفاركشن فرينا انفاركشن اذا كان في ثرومبوس او امبولس causes ischemia of the kidney واضح فاذا الثرومبوس اذا بمكانها كبرت كبرت كبرت, كبرت وسكرت الشريان لكن مكانها واما اذا انخلعت ومشيت وراحت سكرت مكان ثاني بصير اسمها امبولس طيب رينال فين ثرومبوسز رينال فين، الفين اللي هو الوريد اللي طالع من الكلية، هذا الوريد أحيانا تيجي خثرة وبتسكره، فهو بحكي كلوتينج، كلوتينج برضه يعني خثرة، أو يعني زي تجمع للدم مع بعضه، إن رينال فين، هذا بسموه رينال فين ثرومبوس. يوريترو ستينوسس، يوريترو من يوريتر، اليوريتر اللي هو الحالب اللي بطلع من الكدني، بعدين بروح يشبك الكدني بالبلادر، ماشي؟ هذا الحالب ستينوسس تضيق انه يصير تضيق بالحالة ماشي اللي هو يوريترال ستريكتشر ستريكتشر تضيق كمان ديو تو دامج ميبي ديو تو سيرجيكال ايرور يعني ممكن يعمل عملية جراحية جنبه يجي هذا الجراح ويضربه بالغلط فبس ينضرب هذا اليوريتر هاي اليوريتر مثلا هاي المنطقة انضربت أه نتيجة انها انضربت هاي المنطقة بصير في عندك انت ايش تليفات فيها فبصير ضيق اليوريتر بالمنطقة هاي فممكن نتيجة سيرجيكال ايرور يصير في يوريترو سينوس فيزيكو يوريترال ريفلكس فيزيكو يعني ايش بلدر يعني مثانة يوريترو يعني يوريتر ريفلكس هون انه برجع البول من المثانة على اليوريتر وهذا اشي سيء حكينا واخذناه قبل condition when the يورين فلو from the bladder باك من البلادر باك برجع رجوع لليوريتر اند ايفينتشوالي انتو رينال بلفس برجع للرينال بلفس وهذا بعمل لك دمج وقلنا هذا بعمل لك شيء اسمه هايدرونيفروسز بالكليه وشفنا صور الهايدرونيفروس طيب الان ويلمز تيومر تيومر يعني سرطان بعيد عن الجميع ان شاء الله الله يشفيهم جميعا ويلمز تيومر هذا سرطان بصير عند الاطفال بنولد الطفل يكون في عنده سرطان بالكليه بالكليه آه بسموه ويلمز تيومر كثير سيء Rapidly developing malignant neoplasm Malignant يعني سرطان خبيث. ماشي. Malignant خبيث. Benign حميد. Benign حميد. Malignant خبيث. فهذا Malignant خبيث لأنه بطلع من الكلية من الكدني وبصير عند الأطفال. ماشي. causes death for few months at max. يعني الطفل بقعد أكم شهر بعدين بموت غالبا والأعمار بيد الله. طيب. هاي طلع كيف الكلية مليانة أكياس. هاي بسموها بوليس كدني ماشي بوليسيستيك كدني تمام آه هاي كليسز يعني جمع كليكس يعني جمع حصوة فهون هي في عندك حصوة هون هاي في حصوة هون حصوة 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 حصوة, حصوة. حصوة. مليانة حصوات فهون بحكي كدني ستونز ان ذا اه عفوا عفوا كدني ستونز ان ذا كليسز اند يوريتر هون مقصود هون كليسز انا فكرتها كليكيولاي اللي هناك كليسز هذا المقصود فين الكليكس جمع كليكس هاي المنطقة اسمها كاليكس مزبوط فهون بحكي لك انه في حصوات بالكاليكس اللي هم جمعهم كاليسز وباليوريتر اللي هي اليوريتر في عندك حصوة ها واضح هاي بوليستيك كدني تطلع كيف مليانة أكياس ومخربة شكل الكلية فبصير في عندهم فشل بالكلى هذا غالبا الحمد لله الذي عافانا الان كاثيتر كاثيتر كاثيترز اللي هم ايش الشغلات اللي انا باجي بدخلهم او اني بدي اخذ اليورين واجمعه بباك اجمعه بشغله واضح آه في اكسترنال catheter يعني خارجي وفي اند ويلينج يورينري هذا داخلي شو اللي بصير عندي انا عندي ايش هي المثانه تمام وهي المثانه بطلع منها مجرى البول لبرا واضح مجرى البول لبرا تمام الان هي مجرى البول وهي خلينا نحكي هي انا عندي هي البينس مثلا تمام الان في اشي اسمه اكسترنال كاثيتر يعني ايش كاثيتر خارجي كاثيتر حكينا الشيء اللي انا بدي اخذ اليورين يعني اكسترنال كاثيتر خارجي بسموه كوندوم كاثيتر كوندوم كاثيتر ايش يعني كيف بيجي هذا كوندوم كاثيتر بيجي زي هيك وفي يو بربيش وهذا بربيش بوصل لي على كيس بجمع فيه البول فهذا اللي هيك جاي زي الكوندوم باجي بلبسه تلبيس لايش لل للبينس تمام وضحت؟ فهذا انا ما دخلت إشي جوا ووصلته للمثانة خارجي خارجي فهذا اسمه كوندوم كاثيتر fit over the penis and resemble a condom connect to urine bag هاي urine bag حقيبة اليورين used when need to uh, gather urine for long time like people in coma يعني واحد مثلا uh, مريض مغيب فترة بكوما كوما يعني غيبوبة اه uh, او عند الاطفال children uh, to gather urine sample عند الاطفال بدي اخذ منهم عينة بول باجي بحط لهم كوندوم كاثيتر واحط كيس بس يتع... يصير في عينة توالب الكيس باخذ العينة من الكيس هذا من اليورين باك واخذها هذا ايش اكسترنال كاثيتر هسه في اندو اندويلينج يورينري كاثيترز او كاثيتر او اسمه انترنال كاثيتر له اسم ثاني اسمه فوليز كاثيتر فوليز كاثيتر هذا الفوليز كاثيتر لا طلعوا شكله هذا الفوليز كاثيتر شايفينه هاي الكرة بتكون منفسة هاي الكرة منفسة هسه بحكي لك شو بصير هاي منفسة ومن هون انا باجي بدخل هاي وين بالبينس باليوريثرا بدخلها ماشي هاي هسه بدخلها باليوريثرا هاي بتكون نفسها طبعا حتى يقدر يفوت جوا فبضل ادخلها ادخله جوا ادخله جوا أدخل هاي شايف دخلنا من هون 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 مشي 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 مشي, مشي لما وصلته لوين للبلدر بصير يطلع عندي بول انا بصير الباقي اللي موصله فيها هذا الكاثيتر بتصير تتعبى يعني بعرف اني انا وصلت لوين للبلدر وقتها بخاف انه يرد يطلع فشو بعمل في له هي هون شايفينها هاي باجي بوصل فيها الابرة وبنفخها هوا فبتنفخ الكرة هاي هسا وين نفخت الكرة هاي وين نفخت بالمثانة هون فبس نفخة الكرة هاي بالمثانة ما راح يطلع مرة ثانية فبخليه هناك حتى يظلوا دايما يعبي لي اليورين هناك ماشي وضحت الصورة تمام فهذا يورينري كاثيتر وذ بالون يمسك اليورينري البرادر وبقعد برو لونج تايم، بيقعد فترة يعني مش كثير يعني كم من يوم، بعدين بتغيره واضح؟ هذا اسمه فوليس كاتيتر طيب الآن بحكي لك هون: "The Bigger Its Number, the Smaller The Diameter" يعني مثلا كل ما كان رقمه أكثر كل ما كان آآآ الدياميتر يعني سمكه أقل. مثلا في عندك أنت واحد رقمه عشرة مثلا، وفي مثلا عشرين. وين بتستخدم للأطفال؟ تستخدم عشرين. لانه كل ما كان النمبر اكثر كل ما كان سمولر الهاي الكاثيتر واضح طيب ما ضيق حكي مش يعني مش مهم واخر شيء هون بحكي لك انترميتنت كاثيترايزيشن انترميتنت كاثيترايزيشن انه في عندك فليكسبل كاثيتر يوزد فور شورت تايم من اسمه انترميتنت يعني متقطع فهو لا تستخدم لمده قصيره اه unlike لايك فول كاثيتر نو بالون هذا ما بيكون فيه بالون بس انت هيك بتدخله بتسحب انت يورين ترد تطلعه فهو انترميتنت مش يعني تدخله وتنفخ بالون وتخليه كم من يوم طيب هذا الفول سكيتر الان نيجي لايش داياليسيس داياليسيس يعني غسيل الكلى اللي بسموه غسيل الكلى هو بالاصل مش غسيل الكلى المفروض بالاصل الهيموداياليسيس يعني بالاصل انه هو آه غسيل دم وليس غسيل كلى آه المهم الدياليسيز آه بالاغريقي معناها سيبريشن يعني فصل فصل فهي ميديكال تكنيك آه انا ريموفينج الويست برودكتس بزيح الفضلات من الجسم متى اذا كانت الكليه خربانه انها تزيح الفضلات الان احنا الحمد لله الكليه عندنا شغاله بتشيل الفضلات اللي باجسامنا فسهل نحكي الحمد لله ولا لا الحمد والشكر لله تعالى اكيد الحمد لله يعني هاي من يعني من اسوء الشغلات انه الواحد يكون يغسل كلى لا سمح الله يعني كل كم من يوم بده يروح يغسل كذا هيمو دي هسه في نوعين للدياليسيس في شيء اسمه هيمو دياليسيس وفي شيء اسمه بيريتونيال دياليسيس هيمو دياليسيس يعني انا ايش هي اله غسيل الدم هاي آه او بسموها غسيل كلى آه بيجي المريض هيو بيكون قاعد وبوصلوه على الاله هاي الاله الكبيره الضخمه بمثابه الكليه الصغيره اللي موجوده عندك تخيل قديش سبحان الله هذا خلق الله وحتى هاي الآلة مستحيل تقوم بالشغلات اللي تعملها الكلي واضح فهون بيجي الشريان مع الشريان والوريد مع الوريد آه طبعا للآلة وبتصير هي تأخذ آه من الوريد و آه أو عفوا تأخذ من الشريان وبتغسل جوا بتنظف بتشيل الشغلات اللي مش كويسة وبترجع الشغلات الكويسة يعني نفس عمل الكلي وبترجع الدم النقي بالوريد لهذا البيشنت واضح لهذا المريض ها. هاي بسموها ايش هيمو دياليسيس تمام آه في ايش اسمه بريتونيال دياليسيس انه بيعمل العمليه هاي لكن ايش بالبريتونيوم البريتونيوم اللي هو ايش منطقه البطن هاي آه بريتونيال كافيتي اللي هي هاي اللي يعني الفراغ الموجود بالبطن بالامعاء ماشي تمام الان هسه بحكي شو اللي بصير بالضبط يعني اصلا طيب الان اذا هي الهيمو دياليسيز. بحكي لك ريموف التوكسيك ويست الفضلات السيئه هاي Uh, direct from the blood blood pump to external filter الفلتر الخارجي هذا الاله اللي يعني حكيت لكم وشفناها هسه هاي اسمها dialyzing يونت او الآية الاله اللي بتعمل لي dialysis يعني تمام فبسموها dialyzing يونت او ديالايزر هاز ا بيرميبل ميمبرين هاي الاله جواتها في بيرميبل ميمبرين بيرميبل ميمبرين يعني آه قابل للنفاذيه يعني شو اللي بصير هاي ايش جوا الاله في عندك انت ايش غشاء هذا الغشاء فيه ايو ثقوب حتى ايش يسمح للوسط انه انا اقدر اطلع من هون لهون ومن هون لهون هيك بقدر اروح هيك وهيك شو اللي بيروح بالضبط انا بحكي هون هي الاله وهون دم دمي مثلا ماشي شو اللي بصير بيجي دمي من هون وهي بيجي على المنطقه هاي الدم هون اجى هون عب المنطقة هاي جوا الآلة هاي فضلات طبعا الدم مليان بده يكون فضلات ومليان شغلات مش كويسة وهون بالآلة محطوط دم بالتركيز الصحيح يعني يعني محطوط الصوديوم زي ما هو لازم يكون موجود والشغلات الثانية زي ما هي لازم تكون موجودة كل اشي زي ما هو لازم يكون موجود والوسط ايزوتونيك ايزوتونيك آه هسه رح نحكي شو يعني ايزوتونيك فالوسط ايزوتونيك الان هون لما تيجي ايش الشغلات يجي دمي وفيه شغلات مش كويسة ماشي هاي الشغلات المش كويسة آه اللي دمي بده يخلص منها وفي بيكون دمي محتاج شغلات كويسة آه بده يجيبها بيجي بتيجي الشغلات الكويسة على دمي والشغلات المش كويسة بتروح هناك وهكذا واضح فأنا هيك بكون غسلت الدم نقيته من الشغلات المش كويسة ورجعت عليه الشغلات كويسة ليش لأنه فيه بيرميبل ممبرين يعني فيه ممبرين هيو بالنص قابلة نفاذية بسمح لي اني اروح من هون لهون وفلويد على جهة الالة بيكون سيم وذ نورمال بلاد يعني فلويد في سائل فيه شغلات نفس الشغلات موجودة بالبلد وذ مع بتركيز ايزوتونيك تركيز يعني كويس مش انه كثير ملوحة ولا قليل ملوحة هسه رح نعرف شو يعني بس هاي مهمة ايزوتونيك Uh, فبصير في ميكينج ذا بلود exchange سبستنس يعني بصير في تبادل لل للشغلات من هون لهون ومن هون لهون فريموف للتوكسينز و الامور هاي العملية بدها ساعة لساعتين او ممكن اكثر شوي بعملوها مرتين او ثلاث مرات خلال الاسبوع تخيل شو حياة الانسان اللي مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع يروح يعمل الله يعين الناس الحمد لله رب العالمين على النعم هاي الحمد والشكر لله. آه لان بدي احكي شو يعني ايزوتونيك هي بالرسمة هون مبين شو الحكي طلع الان تتذكروا في قانون اسمه احفظوه حكيت لكم الماء يتبع الملح الماء يتبع الملح لان مش المقصود انه الماء يتبع الملح كملح الماء يلحق اي اشي تركيزه عالي زي الملح هيك القاعدة بتحكي الماء يتبع الملح طيب شو يعني انا بحكي شو يعني الان لو جبنا هون خلية ماشي حطيناها بكاسه مي آه ماء عادي ها ماء تمام وجبنه الخليه حطيناها بماء بحر هاي بحر واضح هاي ماء بحر تمام ماء بحر يعني مالح هون تركيز الميه هاي كثير مالح فالان ايش حكينا الماء يتبع ايش الملح فالان هون السوائل اللي جوا الخليه تركيزها اقل من السوائل اللي خارج الخليه تمام فبتصير السوائل اللي جوا الخليه تطلع لبرا لانه الماء بلحق الملح وبرا في ملح اكثر بس مش شرط يكون ملح اي اشي تركيزه عالي فهون شو بتتوقع يصير بالخليه الخليه بتنكمش بصير لها ايش شرينكينج بتنكمش الخلايا تمام هذا الوسط اللي جوا في ملح كثير بسموه هايبر تونيك. هايبر كثير يعني فيه ملوحه هايبر تونيك. فانا لو حطيت الخلايا بهايبر تونيك سوليوشن شو بده يصير بالخلايا شرينك العكس صحيح اذا انا حطيته بمي آه تركيزها كثير اقل من الخلايا شو راح يصير راح تصير المي تدخل على الخلايا والخلايا تنفخ كثير وأخشى ممكن تنفجر الخلايا كمان فهذا اذا كان عندي هاي بوتونيك سوليوشن آه محلول تركيزه كثير ما فيه يعني ترك ما فيه ملح نهائيا بينما جوا الخلايا في شويه ملح راح يصير آه المي هاي تدخل الى داخل الخلايا وبتنفخ الخلايا، طلع كيف نفخت وهي في خلية منفجرة كمان، لأنها نفخت كثير. هاي شايفين الصورة كيف؟ هي قاعدين يدخلوا على الخلية، هي هون بيطلعوا من الخلية. هذا بسموه هايبوتونيك. آيزوتونيك يعني اشي طبيعي. آيزوتونيك اللي هو الاشي الطبيعي. فهون بحكي لك إنه بجهاز غسيل الكلى هذا لازم يكون طبيعي، يعني ما بدي كمان أخرب الدنيا، ما بدي أنفخ الخلايا ولا بدي أنشفها. واضح؟ فعشان هيك آيزوتونيك. طيب. بريتونيال هذا بيستخدموه بحالات الامرجنسي بالحالات الطارئه لانه صعب ياخذوا المريض ويروحوا يودوه ويقعدوا وكذا ويعملوا له فعلى السريع بدهم يعملوا دياليسيس بالحالات الطارئه ماشي آه يعني عند المرضى اللي باس اوت ديوتو يوريميا باس اوت يعني غيب غيبوبه صار في عنده غيبوبه نتيجه يوريميا شو يعني يوريميا يوريميا ارتفاع اليوريا بالدم يعني الكلى عنده خربانه فاليوريا كثير ارتفعت بالدم فبصير اسمها يوريميا فهون ممكن يغيب الانسان نتيجة انه السموم ارتفعت كثير بدمه ما بقدر استنى واروح لغرفة الدياليسيز واعمل له هيمو دياليسيز بعمل له بيريتونيال دياليسيز تمام بيريتونيال دياليسيز كيف بعمل له بيريتونيال دياليسيز بحكي لك بالبيريتونيوم اللي هو الابدومينال كافيتي اللي هو تجويف البطن هذا في كمان يعني مع هو بيكون ايش سيمي بيرميبل بدخل ممبرين بيكون سيمي بيرميبل ومع السوال شو بصير هاي المريض هيو طبعا اكيد ما راح يكون واقف بضحك زي هذا راح يكون مغيب شو اللي بصير شو اللي بصير بيجوا بدخلوا ايش بدخلوا سائل فريش دايلايزنج solution سائل كيف السائل اللي كان جوا الاله نفسه نفسه بس ايش بيجوا بيديروه بيكو... بعبوا ايش البطن من بصبوه بالبطن هون هسا بس يصبوه بالبطن هون بصير تبادل بين الخلايا وهذا السائل فبصير الخلايا ياخذوا الاشي الكويس ويعطوا الاشي اللي مش كويس وبرد انا ايش باجي بسحب السائل هذا واغيره وبعطيه مره ثانيه ورد اسحب واغيره وفهمتوا كيف وضحت الصوره فانا بعطي السائل هذا اللي هو نفسه كان موجود بالاله غسيل الكلى و بس اجي بدخل السائل هذا جوا بال بتجويف البطن بتصير الخلايا تتبادل مع السائل هذا الشغلات اللي بدها اياها واللي ما بدها اياها فتقل السموم الموجوده بدم هذا المريض تمام وبعد شويه باجي بسحب السائل هذا وبكبه وبجيب سائل ثاني لانه هذا راح يكون خاص الشغلات الكويسه اللي فيه يون اخذت وتعبى هو شغلات مش كويسه واضح برد اجدد الوضع لحتى المريضات تتحسن اموره تمام طيب لاني ما بقدر استنى اخذ المريض ولما يوصلوا له لما مدري إيش، هاي شوي بتتأخر يعني أحيانا. طيب هذا بالنسبة لشو اسمه؟ هون شو بحكي لك بالأزرق؟ هون بحكي لك السائل هذا بالبريتونيال دياليسيس. بحكي لك بنثقب البطن ثقبين. يعني خلينا نفرض هي البطن، هي السرة. الأمبلايكس. بثقب هون ثقب وهون ثقب. هون عشان يدخلوا السائل منه. وهون بعد- بعد بحكي لك ربع ساعة تقريبا، بعد ربع ساعة. بسحبوا السائل عشان يعطوا سائل جديد واضح بس صليتوا على النبي اللهم صل قلتوا الحمد لله رب العالمين على هاي النعمة الحمد لله والله هاي النعمة من أكثر النعمة تستحق الحمد الحمد لله العلاجات علاجات بنستخدمها للكلى في شي اسمه ليثو تريبسي ليثو شو حكينا يعني يعني ايش حصوات قلنا تريبسي يعني ديستركشن تدمير فالجهاز الليثو تريبسي هذا جهاز بيدمر الحصوات ليثو كالكولس تريبسي دستكشن تدمير الحصوات هو ميديكال بروسيجر بيستخدم ايش؟ آه صدمات آه صوتية بحطوا بودي صدمات صوتية بتفتت هاي الحصوات بالصدمات الصوتية ماشي؟ طيب الآن آه اكسترا كوربوريال شوك ويف ليثو تريبسي هذا برضه هو نوع من الأنواع اللي قاعد أنا بحكي عنه آه كوربس يعني بادي فهو اسمه اكسترا كوربوريال اكسترا يعني خارجي اكسترا من اكسترنال خارجي كوربوروس يعني بدي جسم فهون بحكيك انه انا بفتت الحصوات بدون ما ادخل على الجسم يعني باختصار قاعد بقول انه كيف نستخدم هيو يكون مريض قاعد وفي جهاز جهاز هذا بيعمل لك شوك ويف شوك ويف يعني بيعمل لك ايش صدمات هيك موجات صد صدمات وهاي الموجات بتفتت لي الحصوه وبعدين الحصوه بس تفتت بتصير تراب وبتطلع بعد اليورين كتراب عادي ماشي طيب فشوك ويف باس ثرو ووتر كولم ذن ووتر كوشن فور بيتر ريزوليوشن فاستر ويف يعني بالصد <applause> هاي الصدمات بدخلوها بمي وابصر ايش انسى الموضوع حتى تصير اسرع وما اسرع وبالاخير بودوها بوجهوها على الحصوات لكن ايش لازم تكون حصوة صغيرة او ميديوم سايز مش كتير كبيرة اذا كثير كبيرة ما بزبط هاي العملية الا تدخل جراحيا بسموها بيركيوتانيوس بيركيوتانيوس يعني عن طريق الجلد يعني انا بدي افتح وادخل لجوه فالتراسونيك ليثوتريبسي بيركيوتانيوس نفرو ليثوتومي يوزد وين لارج ستون هاي اذا كانت لارج ستون كبيرة ميك انسجن جرح وادخل على الكدني uh, واعمل دستر... آه, ممكن ايش انهم يستخدموا جهاز ثاني بيعمل صدمات لكن لازم تعمل صدمات من جوا، فهم بيعملوا الجرح وبيدخلوا عند الكلية وبيعملوا صدمات من فوق الكلية مباشرة بيعملوا لها صدمات، اذا ما زبطت لازم يفتحوا الكلية ويطلعوا الحصوة، واذا كبيرة الحصوة طبعا ومسكرة الكلية بيشيلوا الكلية كاملة وبكبوها واضح؟ فهذا اللي بصير عندي، وبحكي لك القطع هاي اللي تتكسر. بيدخلوا نورمال سلاين اللي هو السائل هذا اللي دائما يستخدموه بالمستشفيات بيدخلوه وبعدين بيردوا يسك بيردوا يشفطوه حتى ياخذوا قطع الكالكولوس بيسز قطع الحصوه اللي تفتفتت هاي انه ما بدهم اياها قطع الحصوه هاي تدخل على اليوريتر ممكن تسكر اليوريتر لانها ما راح تتكسر قطع كثير صغيره زي التراب لان هي اصلا الحصوه كثير كبيرة طيب الان اف uh ذا calculus واز نيكست تو ذا ribs of patient والفيل لايك هامر هز هزرب وذ each ويف يعني هون uh, ما بيحبوا اذا كانت الحصوه قريبه للربز الربز اللي هم ضلوعه اذا قراب على ضلوع الحصوات uh, رح uh, راح ايش الموجات تضرب الربز عنده راح تضرب الضلوع uh, وتأثر بالضلوع فبصير عنده وجع كثير كبير لايك هامر سلامينج زي كانه شاكوش بضربه مع كل شوك ويف بحس كانه بنخبط بشاكوش فكثير سيئه يعني برضو الحمد لله رب العالمين آه شايفين كيف هون حصوات وبحكي لك هون عليهم موجات بتكسر الحصوات وبصير تراب وبنزل باليوريتر لا سيرجري يعني جراحة سيرجري شو الجراحات اللي ممكن استخدمها باليوريناري سيستم سيركمسيجن سيركمسيجن يعني تطهير طهور تبع الأطفال ريموفال اول بارت اوف فور سكين فور سكن يعني الجلد الزايد اللي بيكون على البينس او بسموه البريبيوس اوف ذا بينس يعني هذا له نفس الاسم نفس الاشي الفور سكن يعني الجلد اللي بيكون حواليه عند البينس فبيشيلوه أه... ماشي بيشيلوه متى من اربع لخمس شهور او رايت افتر بيرث او ممكن بعد الولادة احيانا في ناس بيشيلوه ماشي فهذا التطهير الطهور اللي بيعملوه الختان يعني سيركمسجن الختان سيستكتومي أه... like سيست يعني ايش من حكينا من يورينري بلادر يعني من آآ آآ من المثانة اكتومي قص اكتومي قص فهون اني اقص المثانة سواء كان بارشلي يعني جزء منها او توتال كلها فهي بارشل او توتال ريموفل اني اشيل يورينري بلادر والسراوندينج ستراكتشر يعني الشغلات اللي حواليها وين بشيلها اذا كان وذ سيستايتس اند تيومر اذا كان في التهاب شديد مزمن صار له زمان وكذا ومش راضي يطيب بالأدوية أو إذا في تيومر إذا فيها سرطان لا سمح الله برضو بشيلوها When total removal is done replaced by urine bag outside the body connected to side with the tube بسموه سيستومي بحكي إذا شلناها كلها البلادر بيجوا بوصلوا كيس على جنب المريض بيضلوا على جنب المريض urine bag outside the body يعني برا الجسم كيس وبيضل المريض بس يتعبى هذا الكيس يروح يفضيه بسموه سيستمي الكيس هذا اللي برا بيحطوه على جنبه بسموه سيستومي انت متخيل قديش قدر المعاناة اللي بده يعيشها هذا المريض تخيل يا الله الله الناس الله يعين الناس آه الحمد لله يا رب لك الحمد على هاي النعم سيست آه يعني برضو يورين بلدر تومي تومي يعني ايش بجرحوها بعملوا فيها ثقب اي اشي بس مش انه يقصوها اكتومي بيقصوها تومي بس ثقب فأرض برضو بيسموه فيزايكوتومي نفس الشيء فيزايكو يعني سيست يعني مثانة سيرجيكال كونكشن بتوين يورينري بلادر اند سكن يعني بحكيك بوصل اليورينري بلادر مع الجلد باي كاثيتر يوزد تمبرالي دايفرت يورين اواي فروم يوريثرا ديو تو ابستراكشن انتو كلوز كوليكشن تشامبر يعني بحكي لك بتتذكروا الكاثيترز تتذكروا فوليس كاثيتر والشله هاي احكي لك مثلا اذا انت حاولت تدخل الفوليس كاثيتر باليوريثرا ما قدرت كان في انسداد كان في اي اشي بدنا نطلع البول كيف بدنا نطلعه بيجوا بحطوا ابره بغزوا ابره ببطنه على على المثانه بيوصلوا الابره من بطنه للمثانه وبسحبوا اليورين منها واضح يعني هي المريض هي صرته وهي المثانه بدها تكون هون بس بيجي بجيبوا الابره بخزقوا هون بالابره بسحبوا شو اسمه هذا بسموه سيستمي او كدني ترانسبلانت ترانسبلانت يعني نقل او زراعة فكدني ترانسبلانت يعني هي نقل او زراعة الكلية يعني هي ان alternative to dialysis يعني اذا المريض مثلا ما قادر يعمل غسيل كلى او إيه اشي زي هيك او انه بده يعني تعب من غسيل الكلى بده اشي ثاني او with end stage renal disease يعني واحد عنده end stage يعني نهاية renal disease يعني خلاص الكلية عيدت ودعت صار في كدني فيلير يعني آه بيزرعوا له كلية طبعا بس ايش بدك تشو ماتشنج must be confirmed before it done to prevent severe immune reaction لازم يكون فيه تشو ماتشنج يعني تطابق بالانسجة فبيعملوا فحوصات كثير بيجوا بيشوف اخوان واخوات وكذا ام وابو لازم يلاقوا واحد كثير متطابق معاه حتى جهاز المناعة تبعه ما يرفضه اميون رياكشن انه جهاز المناعة ما يرفض هاي الكلية الجديدة طيب مارشال ميراتشي كرازانس اوبريشن يا بايه شو ها <applause> او بسموه ام ام كي اوبريشن هاي عمليه بيعملوها عند مين عند النسوان اللي عندهم يورين يعني ما عندهم سلس بالبول يعني ماشي ديو تو سو ماني بيرس اللي بتخلف كثير يعني حكينا المره اللي بتخلف كثير بصير في عندها سلس بالبول شو اللي بصير هاي انا عندي هاي المثانه شو المثانه هاي ما مش مشكله هاي المثانة ماشي هاي المثانة تمام الآن هاي المثانة وهي اليوريثرا هيك بتكون اليوريثرا هيك جاية صح مزبوط هاي اليوريثرا الآن هاي اليوريثرا وهاي المثانة السيدة هاي بس تعطس أو إشي بتنقط عندها ليش لأنه في سلس بالبول يعني هي ماسكة يورين بس مش قادرة تسيطر على كل اليورين بطلع شوية يورين إشي بسيط جدا فشو بيعملوا بيجي برفعوا هاي اليوريثرا بحطوا تحت هيك سوتشر يعني خيط وبرفعوها شوي وبربطوها بالعظم تبع الحوض بخيطوها وبربطوها هيك فاهمين علي هسه بحكي لكم كيف الشكل بصير بصير هاي المثانه واليوريثرا ما بضلها نازل هيك نزول هيك بتيجي وهيك رافعه بعدين هيك فهاي الرفعه اللي هم عملوها بتمسك شويه يورين مع انه هي السيدة عضلاتها يعني لسه انه بيمسكوا يورن يعني انه مسيطرة هي على اليورن يعني بتلاقي المثانة عندها فل وما بنزل الا نقطة نقطتين يعني هي ماسكة كل المثانة لكن بس نقطة نقطتين بفلتوا فهم آه اذا رفعوها زي هيك هاي الرفعة بتساعد انه آه ما يصير في عندك هذول النقطة والنقطتين فبسموا هاي العملية اللي بيعملوها انه رايزنج ذا بلادر بيرفعوا البلادر شوية آه طبعا هم بيرفعوا شوية هيك البلادر مع اليورثرا يعني آه بيربطوها بالبلفيك بون بعظمات الحوض بري اوستيوم بالعظم يعني تو ميك انجوليشن بيعملوا لي زي زاويه انجل يعني زاويه اوف ذا يوريثرا زاويه على اليوريثرا آه حتى يحلوا مشكله الانكونتينس طيب بروستات اكتومي الزلمه هسه اللي يحكي لازم يكون شاطر يعني بروستات يعني بروستات اكتومي شو يعني قص بيسيج كان ريموفر اوف ذا بروستات جلاند بشيلو البروستات جلاند ذا ليتست ابروش از ترانس يوريثرال which is performed by uh, resectoscope بحكي لك الان صار في اشي جديد يعني latest هو احدث اشي uh, انه في اشي اسمه trans urethral trans يعني من خلال urethral يعني urethra فانا بشيل البروستات بعمل البروستات اكتبي من خلال اليوريثرا بدخلوا منظار هاي بحكي لك بيكون في عندهم اشي اسمه ريسكتوسكوب ريسكت resect قص سكوب منظار قص منظار قطع بدخلوه من اليوريثرا بس يوصلوا عند البروستات بيقصوا البروستات اللي حوالين اليوريثرا هاي و بتكون الامور كويسه ترانس يوريثرال ريسكشن اوف ذا بلادر برضه هون نفس الشيء من خلال اليوريثرا بوصل للبلادر وبيقصوا من البلادر ترانس يوريثرال يعني من خلال اليوريثرا بدخلوا سيستوسكوب منظار لل هاي To remove small lesion from the بلادر فهم بيدخلوا باليوريثرا بس يوصل للبلادر من جوا بيشيلوا قطعة من البلادر سواء حتى يعرفوا انه هاي سرطان او انه مش سرطان او انه في شغلة بيشيلوها وهيك تمام شو هاي الان بحكي شو هذا ابو محجوب بحكي آه لا يا اخوي ما بدنا لا غاز ولا سولار ولا كاز قررنا نتبع سياسة التوزيع العادل للفروة <applause> هاي يعني مع 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 الطفر ومع الارتفاع الاسعار هيك احنا الحمد لله بنكون كملنا المحاضرة هاي سامحوني جدا قصرنا اه وتأخرنا عليكم لكن غصب عني والله ويعني مش انه بس ما صح لي يعني اه وان شاء الله يعني لازم المحاضرة هاي تدرسها بس خلصها من هون تدرسها من هون وان شاء الله بإذن الله تجيبوا اعلى علامات ما تنسوا دائما انه كل التوفيق من الله سبحانه وتعالى ما تنسوا دائما انه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإذا انتم مهمومين من الدراسة ومن الكذا متضايقين تذكروا انه من لزم الاستغفار كان له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه الله من حيث لا يحتسب والصلاة على النبي برضو لها اجر وفضل عظيم ولا تنسون الدعاء مستجاب وانت ساجد واقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد فادعوا الله سبحانه وتعالى وقولوا يا رب دائما الانسان يعرف ويكون عارف انه دائما كن مع الله ولا تبالي إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى كل أمورك ميسرة كل أمورك راح تكون كثير كويسة بإذن الله تعالى الله يوفقكم ييسر أموركم إن شاء الله بنشوفكم بفيديو في قادم قريبا بإذن الله تعالى لا تنسوا دائما أنه تجعل نصيب من وقتك تقرأ فيه قرآن دير باك يمر يوم بدون ما تقرأ فيه أقل إشي لو ثلاث أربع صفحات بس اللي هم ما راح يأخذوا منك أكثر من عشر دقائق فحرام يعني تدرس كل هاي الأشياء وتحضر أبو محجوب هذا وما والقران اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى اللي خلقك واعطاك كل الصحه هاي وحماك واعطاك النعم وما عندك لا كيس على جنبك ولا تغسل كلى ولا اشي بس يعني تحتاج انه انت الصلاه تكون على وقتها وانك تكون حاط وقت من يومك تقرا فيه شويه قران سامحونا على الاطاله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته